حقيقة سبق وأن شرنا في عديد المقابلات والمداخلات عبر القناة المهرية وغيرها من القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي عن ما تتعرض له محافظة المعرى من حشود عسكرية مؤخرا، وذلك قد سبق وأن كانت زي ما أشرنا أن القوات الموجودة داخل مطار الغيضة سابقا القوات السعودية والآن لحقت لها قوات بريطانية، وذلك كلها على غرار إشاعات وأقاويل مضللة الهدف منها التواجد لها أكثر ولا أقل. ولهذا أحرار محافظة المعرى بل وكل أبنائهم والساكنين في هذه المحافظة يعرفونها جيدا، لأنها كل ما يقال حولها من اتهامات وأكاذيب قد تم بطلانها في وقتها والحمد لله، وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود الأخوة الأحرار في هذه المحافظة التي هي آمنة وسالمة دائما كما كانت. والاعتصام هي المكون الأول الذي يرفع هذا المعاناة جليا في ميادين الأحرار برئاسة الشيخ العميد علي سالم الحريزي وخلفه القيادة المكتملة في هذه اللجنة وكل الهيئات لجنة الاعتصام الاستشارية ورجال العمل الميداني ومن ثم الأحزاب والتنظيمات التي تقف دائما إلى صف الأحرار بما فيهم المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب الناصري والبعث والحراك الثوري وحتى القيادات من الحزب الاشتراكي اليمني أكدت على هذه المسألة بل ورفضت تواجد. هل معنى ذلك أننا أمام إجماع وطني تجاه هذه التحديات ومواجهتها؟ نستطيع القول بأنه إجماع عام على هذه القضية، وذلك بغية أن تكون محافظة المعرى كما كانت آمنة وهادية وسالمة لا يسودها أي كرك أو توترات خارجية خاصة بنتيجة هذه القوات، وهي بالطبع لا تحتاج المحافظة بقدر ما هي تحتاج إلى المساعدة والدعم المالي في الاستثمار وفتح المطارات والمواد، ومن هذه الأشياء التي تحبب الشعب والجماهير في أي مكان من أي دولة كانت، ونحن نرحب بأي دولة صديقة أو شقيقة أو جار كذلك ممن يقدمون الدعم والمساعدة لهذه المحافظة أو لليمن بشكل عام. ولكن عندما تتواجد قوات بداعي أن هناك ضرر أو أن هناك مشاكل أمنية أو أن هناك في من هذه الأقاويل، بالطبع نحن نرفضها لأننا نعرف هذه المحافظة ونحن أبناها. واضح جدا هذه الأقاويل إطلاقا. طيب بخصوص الإجماع الذي تحدثت عنه الشيخ سعيد، واضح أن هناك طرف حاول أن يخرق هذا الاجتماع من خلال على الأقل عدم الحضور في اللقاءات مع المحافظ وعدم إبداء رأي مع أبناء المهرة تجاه ما يتعرضون له من مؤامرات وهو الانتقالي. برأيكم لماذا غاب؟ حقيقة فرع الانتقالي بمحافظة المهرة هم شباب من أبنائنا ومن أخواننا، ولكنهم مش بالعدد الكبير، إنما نستطيع القول أنهم قلة مجموعة من الأشخاص، والكثير منهم لا يحدد التواجد هذا التواجد الكبير، ونحن قد تم دعوتهم مسبقا من المحافظ ورفضوا، والدعوة الثانية ورفضوا، حتى المجلس العام يا أبناء المهرة برئاسة السلطان محمد عبد الله أسرار
قد دعاهم الى اجتماع ونقاش عام ورفضوا، ولهذا هم الى حد الان ربما يكونوا متمسكين باوامر او شيء من هذا القبيل، لكن نحن لا نشك في يوم ما انهم سيكونوا الى جانب ابناء اخوانهم واهلهم في هذه المحافظه التي هي مصيرنا ومصير الكل في هذه المحافظه، طالما وانها الان تحوي العديد من ابناء المحافظات اليمنيه، وهم يعرفون ويشهدون بذلك ان المحافظه بريئه تماما من كل ما يدار حولها، لانها من هذه الاخبار التي نزلت ولا تم تكذيبها من ذوي الشان من البنتاغون الامريكي ومن البريطانيين انفسهم، لان لا علاقه لكل هذه الاتهامات لهذه المحافظه. ولهذا نحن نتامل خيرا في المستقبل القريب وفي الايام القادمه، طالما وان الجماهير ستصطف في وقفاتها الاحتجاجيه بمهرجانات تعبر عن هذا الراي، عن رايها وعن شعورها بالغضب من كل ما يحاك حولها. ولهذا نحن نطالب كما اشرنا ولا زلنا نطالب بان خلو المحافظه من قوات اجنبيه يجب ان يكون وباسرع وقت، وانا نطالب الاخوه في التحالف العربي بان يحترموا خصوصيه هذه المحافظه والرحيل عنها لكي يتسنى للسلطات المحليه من اعاده بنائها وتنميتها بالشكل المطلوب، خاصه المطار او الميناء او المنافذ الحديديه، هذه كلها مربوطه بالتنميه العامه وبالاقتصاد العام والتجاره العامه وبحريه الشعب، لا يجوز بالمطلق ان تكون مقيده تحت سيطره قوات اجنبيه. هذه يثير جدا علامات عده، نحن لا نقبل بذلك، وسوف نقرر المهرجانات كل المهرجانات، وربما تكون شعارنا الاكبر والذي سنصل اليه هو كيفيه الدفاع عن هذه المحافظه. اتضحت وجهه نظرك. نعم.